السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا المرة الماضية كنا بنتكلم عن الستاب والتوتال ستابي اريا. فالتوتال ستابي اريا حكينا انه بتحذف كل شيء ما بتعطيه غير ستاتيك راوت، اللي هي كل شيء ديفولت ستاتيك راوت، كل الامور تبعتك زي كأنك انت راوتر موصول بالانترنت، زي يعني الراوتر اللي بعطيك فيه المزود بخدمات الانترنت الموجود عندك بالبيت اللي ممكن يكون معه وايرلس او واي فاي. فانت كله هذا عبارة عن ديفولت راوت، كل شيء بوصل هذا الراوتر ببعثه للمزود بخدمات الانترنت او الاي اس بي. فانت هيك بتكون قادر على الاتصال بالانترنت بدون ما تعرف اي تفاصيل على الانترنت. ونفس الشيء احنا عملنا الراوتر R12. طبعا شيء جميل انه مرات بدخل عليك طفل وانت قاعد تشتغل، فبيشوف هيك الاسلاك كلها موصلة ببعض، فهو هيك من وجهة نظره بتهيأ له انه يعني ليش كل هاي الاشياء. يعني هنا هاي بنت اخوي، اسمها أسماء، صغيرة يعني على الآخر، بس إنه دخلت يعني أول ما تفوت عندي على الغرفة زي كأنها داخلة على جزيرة الكنز، بدها تكتشف كل شيء بالمنطقة اللي أنا بشتغل فيها يعني. فتشوف الأسلاك موصولة فهي بدها تسحبهم كلياتهم. ليش؟ لأنه شايفة إنه كل هاي الأشياء اللي أنت بتعملها غلط، أنا بدي أصحح لك، بدي أرتب لك الغرفة يعني. طيب، يعني مداخلة بسيطة بس علشان نغير لكم جو. في عندي هون النات سورس تبي اريا. لو حكينا انه هون عندي، احنا بنعرف انه هون في عندك ستاتيك راوت، فهذا شو راح يكون؟ اوتونوموس سيستم بوردر راوتر. مين اللي هون عندنا اي بي ار؟ اريا بوردر راوتر، اريا بوردر راوتر اللي هو R11. ليش؟ لانه بربط بين اكثر من اريا، فصار اريا بوردر راوتر. اذا ربط بين اكثر من سيستم فهو بصير اتونوموس سيستم بوردر راوتر. في عندي هون تو سيستمز R13. السيستم الاول من هاي الجهه في عندي ايش؟ الستاتيك اللي احنا عملنا كونفيجريشن لهم، ممكن يكون ستاتيك، ممكن يكون ريب، ممكن يكون بي جي بي، ممكن يكون اي اس اي اس، ممكن يكون اي اي جي ار بي، بغض النظر عن ايش البروتوكول. لكن هنا راح يصير عندك اتونوموس سيستم بوردر راوتر. كيف هذا الاتونوموس سيستم بوردر راوتر بده يبعث بياناته، او بده يبعث الاكسترنال لينك ستيت ادفرتايزمنت عن طريق لينك ستيت ادفرتايزمنت تايب 5، فبيبعث تايب 5 لهون. لكن بما انه هاي المنطقة راح تكون عندي ستاب، فراح يصير عندي مشكلة. فأنا لازم يعني أعمل لازم يعني نعمل طريقة معينة بحيث إنك تقدر يعني تتحايل على المنطقة وبنفس الوقت تكسب الإفيشنسي وتكسب كذا. هو مظبوط هنا بالنسبة للأو إس بي إف، هو هذا الراوتر متصل بنقطة واحدة من الـ OSPF system، لكن هو متصل فعليا من الجهة المقابلة بنظام آخر static، اللي هو عبارة عن بروتوكول اسمه static، سواء كان حكينا بغض النظر عن ايش نوعيته. فأنا اللي بدي أعمله هنا بدي أحوله لـ Not So Stubby Area. Not So Stubby Area، فأنت بتيجي على الراوتر R113 بتحكي له انت not so stubby area، والآن تنتقل للراوتر R11. يعني راح نشوف حاليا لو اجيت هون وألقينا نظرة على الراوتس الموجودة عندي، ففي عندي ثلاث انواع، ثلاثة هذول static. اذا وصلني اي شيء راح ارسل له destination host unreachable. فانا اللي راح اعمله هون احكي له set protocols OSPF area 113 and SSA not so stubby area. طبعا
لما توصل عندي يعني هاي ال R5 او لينك ستيت ادفرتايزمنت لازم تكون تايب 5. لما احكي له انه هاي نوت سورس تبي اريا راح يبدلها بتايب 7، بما انه هاي ممنوع فيها التايب 5 فراح يبعثها نفسها التايب 7، راح يبعثها على اساس خليك هون يعني خلينا نحكي عن تايب 7، راح يبعثها هي نفسها R5، نعمل دوبليكيت. فهي كانت عندي هون تايب 5، خلى تايب 5 وبعث تايب 7. لما توصل عند هون راح يبعثها للمناطق الاخرى على اساس انها تايب 5. فهيك بنحل المشكله وبنقدر نتعامل مع تايب 5. فبس بحكي له not so stubby area. بعد ما احكي له not so stubby area الان راح نفقد، او لازم نعمل كوميت عشان نفقد الاتصال مع R11. لو حكيت له الان run show ospf neighbors، ما فيش neighbors، فقدناهم. ليش؟ لانه انا غيرت الاريا كلياتها. فلو اجيت هنا حكيت له show route لا زالت موجودة، لكن بعد قليل راح نفقدها. لو حكيت له مش show route show ospf neighbors، فانتو شايفين هنا انه 13.3 ضايله 4 لحتى ما افقد فيه اتصال، وحاليا راح يكون فقدنا. فهون عندي الدت كانت 4، الان ما ظل عندي غير راوتر R12 او 12 والجنو راوتر. طيب علشان نحل هاي المشكلة راح نعمل التالي، راح يحكي له set protocols OSPF set protocols OSPF area 113 NSSA. بس هون الان بده يصير عندي ال NSSA وكمان no summary. الان default LSA شو اللينك ستيت ادفرتايزمنت راح يكون تايب 7. الان كمان ما تنسى تعمل متريك تايب 2، وبيبقى عندك كمان انك تحكي له ست. هاي بالنسبه للتعامل، يعني علشان يعمل تحويل ما بين لينك ستيت ادفرتايزمنت تايب 5 ولينك ستيت ادفرتايزمنت تايب 7. الان علشان نعمل كونفيجريشن لكيف بده يبعث اللينك ستيت ادفرتايزمنت، لازم تحكي له set protocols ospf area 113 not so stubby area. بعدين نحكي له default link state advertisement default metric. ليش؟ لانه ما بيعمل generation. لا تنسى انه الـ autonomous system border router والـ area border router كمان ما بيعمل generate للسمري راوت، ما بيعمل جنريت للسمري راوت، او يعني ما بيعمل جنريشن لها بشكل اوتوماتيكي. فانت بدك تحكي له هنا تحط لها مثل المره الماضيه 6 او 8، تحكي له اوكي وتحكي له كومنت. الان خلال لحظات بصير عندي هون نيبر مباشره، تمام. فانا هيك، لكن الان لو حكيت له شو او رن شو راوت موجود عندي هون، فشوف قديش قللنا. ليش؟ لانه هون كلياتهم هذول متصلين معي داخل الراوتر، ما في غير بس هاي الراوت اللي من خارج المنطقة. هيك انا رفعت البرفورمانس لاقصى ما بدي، وبقدر اوصل قد ما بدي ارياس، وبضل عندي الاو اس بي اف خفيفة على الراوتر، وبنفس الوقت بضل عندي كفاءة. وهنا كل الراوتس المفروضة تكون موجود، المفروض تكون موجود عندي بالراوتينج تيبل. وزي ما احنا شايفين هون هاي الثلاثة راوتس موجودات. حتى لو جيت من هون حكيت له
بينج 1 1. طبعا راح يعمل بينج للنهاية، لكن انتم شايفين هون destination host unreachable، فمعناته الراوتس وصلت لعندي. ولو حكيت له trace route 10.3.3.1 فهو destination host unreachable، وصلت لي بالنهاية. فكل الكونفيجريشن عندنا سليمة 100%. الآن بتقدر يعني إذا بدك تعمل يعني verification، خلينا نسميها تشوف شو اللي احنا عملناه، تقدر تحكي له run show OSPF database، في عندك هون مجموعة من الخيارات، لكن انت بهمك هون net summary، فانت فيش عندك net summary. خلينا نشوف external، ما في عندك external. لازم ما يكون في عندك external، لكن هاي الاكسترنال الوحيدة. ليش؟ لان هاي الديفولت راوت، فهاي طبعا موجودة مبعوثة عندي من هون ديفولت راوت، وموجودة هون كمان، فلازم تضلها موجودة ومتوفرة عندي بكل الراوترز. ليش؟ لانه عن طريقها انا من هون بقدر احكي له run ping مثلا رابط 100 100. فانا عن طريق هاي الراوت هي اللي بستفيد منها، لكن انا ما في عندي اي شيء خاص ب ار2، اي شيء خاص حتى ب ار11 ار12 او حتى بالجنو راوتر اللي عندي. فهيك انا خففت الراوتينج تيبل والداتابيس تبعتي اقصى ما استطيع. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.